إذا متابعي جريدة عبر، لازلنا معكم من النقطة الحدودية مع برباب سبتة. من الآن يعني كيف ما ذكرنا في اللايف السابق، يعني الوضعية استقرت نوعا ما، الحمد لله. يعني الأمن استطاع أنه يفرض السيطرة دياله على المنطقة الحدودية. كيف ما كتشوفوا هاد البلاصة، يعني كانت في اللايفات الفائتة يعني كانت عدد كبير ديال الساكنة. الان يعني كيف ما كتشوفوا يعني الوضعيه عادت الى ما كانت عليه، باستثناء بعض الشباب والمراهقين اللي لا زالوا يرابطون في المنطقه. وبالمناسبه يعني عندنا واحد الشاب اللي كان قام بعمليه ديال الهجره، هو غادي يحكي لنا على العمليه كيفاش تمت الاول الى الاخير. اذا شباب السلام عليكم، معكم اخ نوفل 19 سنه سطوان. انا بدي واحد من هذوك اللي هاجروا. اش غادي نقول لكم، بدي واجهت المعاناه، واجهت الضغط طارب القره، واجهت الدموع لعيني من سيل الدموع. اش غادي نقول لك، شفت الماساه في الداخل، شفت الناس المعتقلين، الناس اللي بقات بالجوع. كنطلبهم، هذا ميساج بعدا من الناس اللي كتسمى اللي مسؤولين على هذا الشيء. هذايا كنبغي نقول لهم باللي تشوفوا من حال الشعب الدرويش هذا، اش ما يوقعش هاد الهجره، ما يوقعش هاد الضغوطات، ما يوقعش هاد العار هذايا. مي خلوا السيد ديالنا يهضر معنا. مرحبا. اذا لازلنا معكم متابعي جريده عبر من قلب الحدث، من قلب الحدث. معنا شهادة أخرى لأحد الأشخاص الذين قاموا بهذه المغامرة. الشباب أخويا، أش نقول لك بصراحة، نهضر في الواقع. واخا داك الناس رجعونا من تم لهنايا، داك الناس كرام بصراحة كيتهلاو بنادم أي لعبة الكرابوسون بالنسبة للماجورة، أما المينورة راه كيتعاملوا معاهم زوين وكيعطيوهم الماكلة ديالهم، كلشي ديالهم. ودابا المغاربة ديالنا فهمتي، من الدولة ديالنا يعني كيهضروا معاهم، كيقولوا لهم خرجوا لنا داك الناس. احنا يا اش نقول لك، هنا ما كاين لا خدمه لا والو، ديروا لنا العمل ديالنا شي لعيبه هكا نتمشغلوا فيها، ماشي انتوما جيبكم عامر وحنا يا ربي اللي عالم به. يعني هنا بلاصه جيتي بالضبط؟ اخويا انا مدينه فاس، احنا ولاد مدينه فاس، بور فلوري. المهم اللي كنطلب من جلاله الملك يتعاون مع الشعب ديالو، هادو راهم ولادك ماشي فهمتي؟ يعني تهلا فيهم ودير شي حل معاهم، ما تخليش 70,000 د عباد الله هما هنايا، هما هنايا. عرفت الناس راه مكرفسه، ولكن ندوي معاك، كنهضر مع اي واحد مغربي وعنده القلب كيبغي البلاد ديالو. انا براسي ما نبغيش نمشي للاوروب فهمتي، وكون كنت انا ذهايبي خدام على راسي، وتابعوني في اليوتيوب راه كيعرفوني الناس، وبزاف الناس راه كيعرفوني فهمتي. وحنا جينا بغينا نغربوا، ما نكذبش علاش، حيت البلاد ما بقاش فيه يعني السلع الثماني والطبقه ديالو خلاو فهمتي. الا جيت نهضر والله اخويا، خوتي المغاربه تحيه ليكم، وريسكيو على راسكم كاملين بكم. كنقول لكم كل شيء ريسكي على راسه، وكل شيء يخرج على برا. علاش؟ حيت هاد الناس هادو ما بغاوناش نعيشوا معاهم فهمتي، ما بغاوناش نعيشوا معاهم. حتى حنا نمشيو بحالنا، انت كتوحشونا وتوليو تقولوا لنا اجي، ولا توقع شي حاجه صعيبه عاوتاني، حنا كندافعوا على البلاد فهمتي. كانت وتحيه لمدينه فاس اخوتي بالاخر، العز للرجل من عين المكان، يعني من النقطه الحدوديه باب سبته. كيف ما شفتوا الاشاره فقط، فإن هذه السيدة المسنة يعني الكبيرة اللي معروفة هنا في مدينة الفنيدق بالجدة والعزيزة، هذه كانت من أحد الداخلين اللي دخلوا في الأول لمدينة سبتة، من أحد الداخلين. وكيف ما شفتوا في لايف سابق، يعني احنا كنا صورناها كتخرج من العائدين اللي كانوا خرجوا من مدينة سبتة. إذا لازالت الأوضاع هنا في مدينة سبتة في المعبر الحدودي تعرف استقرارا أمنيا نسبيا في تواجد عدد كبير من الراغبين في الهجرة إلى الضفة الأخرى، مدينة سبتة المحتلة. إذا كيف ما كتشوفوا معنا متابعي جريدة عبر، لازلنا معكم من قلب الحدث.
النقطة الحدودية باب سبتة المحتلة كما كتشوفوا ذكرنا في عدة مناسبات أن الأوضاع حاليا تعرف نوعا من الاستقرار النسبي بعد تدخل السلطة ورجال الأمن لفض الاعتصام ليلة أمس والذي يعني تقريبا استمر إلى حدود 5 فجرا من صبيحة اليوم. حقيقة كاينة الوليدة، حقيقة هي هذه اللي كتشوفوها الغار تاع عيني هنا، صافي هذه. يعني في الدقائق الأخيرة، يعني في الساعة الأخيرة، لاحظنا كذلك توافد مجموعة كبيرة من المراهقين اللي بدات كتوافد كيف ما كتشوفوا مباشرة الآن مجموعة كبيرة من المراهقين والشبان اللي بداو كيتوافدوا على المنطقة الحدودية يعني من البارح يعني، ولكن كيف ما كتشوفوا الفوق راه كاين رجال الأمن يقومون يعني بفض جميع التجمعات. إذن متابعي جريدة عبر غادي نعطيو لواحد السيدة اللي غادي تعطي الرأي ديالها، هي من الساكنة ديال مدينة الفنيدق وغتعطي الرأي ديالها في هذه الهجرة، يعني تعطينا أسباب الدوافع وغتعطينا كذلك بحكم القرب ديالها من المنطقة يعني جزء من التعامل اللي وقع في معبر سبتة أو في مدينة سبتة المحتلة. تفضل. السلام عليكم. انا اللي غادي نقدر نقول هي من الخمسه ديال العشيه نهار الاحد فتحوا الحدود للناس الاخوان ديال افريقيا، هذه هي باش بدات حيت ملي وقع ديك المشكل مع اسبانيا على المغرب على ديك السيد ديال بوليزاريو افتح الحدود، فتحوا الحدود للناس ديال افريقيا. ملي تفتحوا الحدود للناس الافريقية الدراري ديالنا ديال كاستياقو ديال الفنيدق كانوا غير كيعوموا، صافي سمعوا دخلوا فتحت دخلوا كلشي دخل عندك العشية ديال الحد والصباح ديال الاثنين حتى ل 12 د النهار، هذوك اللي دخلوا ما رجعوش، اللي استقبلوهم في السنترو ها هما استقبلوهم، واللي طلعوا العشية ديال 3000 واحد طلعوه طلعوهم في الفلايك، هذه الحقيقة ما يقدر يحيد حتى شي واحد، حيتاش أنا عندي ولدي في سبتة، هذه عام ونص هو في سبتة تما كيقرا، والولد ما غتقدرش يتبان، أنا بنت خالتي ما غتقدرش يتبان، ولد دخل مع ديك العشرة الصباح ديال الاثنين، هو تما معزز مكرم، ما كاينش فوضى ما كاينش مشاكل، اللي عملوا المشاكل هما اللي دخلوا من اللي تعمرت الدنيا وحبسوهم اسبانيول، قالوا لهم بركة. ما عندنا فين يعملوكم، سبته صغيره ما عندهم حقيقه ما عندهم فين يعملوهم، بقاو هما كيدخلوا صحه كيدخلوا خصهم صحه باش غادي ترشوهم، بداو كيضربوا عليهم ديك اللي كتسيل الدمع بوريتي، بقاو كيضربوهم مضطرين يضربوهم حيت السبته عامره ما عندهمش فين يعملوا هذا الشيء هذا كامل. اما اللي دخل لداخل هادو اللي دخلوا ملي تحبست مع 12 ما ضربوهمش، فرقوهم وتهلاو فيهم بالماكله ديالهم بكلشي ديالهم، انا كنقول الراي ديالي واللي كنشوف بعيني واللي انا شايفه تما، انا بحالي انا عايشه في سبته، راه الكاميرا بيني وبين ولدي واللايفات بيني وبين ولدي راه ما كيتقطعش، انا بيدي خايفه على ولدي لداخل، هادشي اللي كاين. ولا قالوا داك اللي عملوا الفوضى كيقول لك ديك العسكر ولا ديك البوليس ديال اسبانيا، لا قالوا له جلس خصو يجلس، ميمكنش يقول لك جلس وانت ناضلو تهرب، ضروري غادي يضربوها كما هما كما حنا المخزن ديالنا حنايا ديال المغرب، ميمكنش حنا المخزن ديالنا ديال المغرب نجي اخر يعمل فوضى وما غيضربوش، هذه ما كايناش
وهجموا مثلا جاوا الناس ديالنا الشباب ديالنا ديال المغرب كل المقطع ديال المغرب كامل ماشي من الصحراء من مراكش من اكادير من كل بلاصه. انا كنتلاقى الشباب كنهضر معاهم انا كامله كنتاسف لهم وكندعي معاهم ولكن ما كاينش الحل ما يمكنش يدخلوا كاملين ما عندهم فين يعملوهم سته هما تكرفصوا في الكيره وانا طنجه طريق طنجه من طنجه الى تبه في سته الدراري ما جينا على رجلهم الله يا ودي على رجلهم مكرفصين وعارفين راسهم ما غيدخلوش السبته السبته ما يمكنش غتشبر انتينا وتدخل علاش غتكرفص راسك وهانتوما جالسين هنايا دابا ما كاين لا فيه تنعسوا ولا تاكلوا والديوانة مشدوده وانتوما مكرفصين وناسكم مقلقين عليكم الله يحسن العوننا بيدي ام ما نقران بتفيق على ولدي ما عندي عليه حتى شي خبر ولكن الحمد لله المغرب راها كاينين الكيران كاينين الطوبيسات كاينين حنا كيفاش كنقولوا حنايا في طنجه كنقولوا ترانسبور كاينين ترانسبورطات باطل اللي بغى يرجع لبلادو لعند الناس ديالو معزز مكرم باطل ما يخلص حتى درهم راه المغرب راه السلطات عامله هادشي هذا عامله اللي بغى يرجع لبلادو يرجع باطل واللي بغى يبقى هنايا في المشاكل وفي الزنقه راه غادي يبقى ولكن تينا ماجي من كازا ماجي مثلا من الرباط بجميع انحاء المغرب غتجي لهنا تشعل العافيه تهرس الحوانت ما يمكنلكش حشومه عليهم ما يعملوش فوضى في هاد المدينه هادي هاد المدينه هادي ما كانتش ديال المشاكل واحد ما تدير الفوضى كان حنا كلشي مباشره انا نفتح معك دابا الفيديو تشعلوا العافيه تشعلوا العافيه وهرسوا حشومه ولكن حنا كنتعاملوا معاهم حنا كنتعاملوا معاه والسلطات كتعامل قالت لهم اللي بغى يرجع مرحبا به ها الملكوب ها الكار ها الطوبيس كلشي اللي بغى وباش يدخل ما كاين ما يندار سبته صغيره اه ها كنتعاملوا اه ها دابا عاد عطينا للولد دابا عاد عطينا للولد وعطينا له يهضر في التليفون راه هو التليفون اخي اسمح لي انا كنهضر الواقع سبته صغيره اما الناس مشاو داو الواله ما كاينش شي فوضى لداخل زعما خساره شكرا جزيلا كان معكم مازلنا معكم من النقطه الحدوديه معبر باب سبته يعني في هذه اللحظه هذه عاوتاني من بعد ولات كانت مجموعه كبيره من الشباب المراهقين كتفافد على المنطقه الان